مرحبا بكم، والتسوق الجديد والحرف الجديد ومول جديد اليوم في المكلا هنا، وهذه الفقرة برعاية مجموعة جمال سالم بعبود للتجارة. نتنوع معكم مع حرف جديد ويوم جديد من ليالي هذا الشهر الكريم، ونحن نصل معكم إلى آخر أيامه، والتصويت طبعا بانتظاركم، وتختاروا أفضل فقرة طبعا مرت عليكم حتى آخر هذه الحلقات لتحظى ب 100,000 ريال. فقرة اليوم حرف جديد، نبحث أولا عن 3 أو 4 متسابقات ثم نختار الفائزين معنا. بتشاركي معنا، تسوقت أنت ولا عادش؟ عن بعد أنا عادش للشق عن أم جلال من الديس، أولى المتسابقات هنا طبعا ستكون معنا. شو اللي حقك السلة؟ وتبعين الآن بس هنا شوية، طبعا نحاول اليوم يكون مع الأمهات. ممكن تشاركي في المسابقة؟ نعم. من قصع فاطمة من قصع. طب بتشاركي معانا مع الأمهات؟ اللي تفوز تتسوق. لا. ما بتشاركي؟ لا. نشوف أيضا حد من المتسابقات بتشاركي معانا؟ أم أحمد من جول مسحة في المكلة تنضم للأخوات، بتشاركي؟ أه؟ بتشاركي؟ إن شاء الله. ما في سؤال، في حرف بس نطرحه عليكن، وأولى الواصلات بتكون هي الفائزة. يلا. أه. إن شاء الله. أربعة. أه؟ إن شاء الله. رمضانكم كريم، جمعنا 4 متسابقات هنا في المكلة من المضرين ومن قصيعر والديس. ديس المكلة و من جول المسح، 4 مناطق مختلفة في الساحل ومتسابقات هنا طبعاً في التسوق. طيب، أولى الواصلات هنا بتكون هي الفائز، البقية بيغادرن للأسف. تمام، جاهزات؟ 1 2 3 والحرف هو النون. بسرعة، 3 حاجات بالنون بسرعة، 3 حاجات بالنون بعادي بسرعة بسرعة بسرعة، اتحركي. ايوه نجيبه ولا كيف يعني؟ روح يجيبه هم، جيب 3 حاجات بالنون. خلي السلة، روح بس اجري بسرعة بس بسرعة 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 بسرعة. طيب نحاول، في حد تعرف شيء بالنون؟ ايش من حاجات بالنون؟ في زيت النور. لحظة، في ايش؟ زيت النور. النور اسمه النور؟ ايوه. يكون صح، وش عاده؟ ما ادري والله. نون حاجة تطبخين بها، تأكلينها، تدهنين بها. النون. ايش حاجات هنا بالنون؟ ايش سؤال؟ نوتيلا كمان. نوتيلا. ايوه نوتيلا و حاجات كثيرة بالنون. بس حاجتين بالنون؟ طلبنا من الأخوات يأتين ب3 حاجات بحرف النون، ما هي؟ أصناف، حاجات، كراتين، أي حاجة. طبعاً نشوف، تعال. 3 يا اتحادي، 3 حاجات بحرف النون، إيش هي؟ تؤكل، تشرب، تلبس، تدهن. نوتيلا. نوتيلا. وش عاده؟ زيتون. وش؟ زيتون. زيتون؟ لا، زيتون بالزاي، زايا تاوانا زيتون. وش عاده؟ نوتيلا بس؟ نعمان. شوي يا أستاذ، أنت يا صاحب الكومنت ممتاز جدا لأنك بالكومنت، خلك أنا ممتاز. تفضل. ما زلنا طبعا معكم نواصل ونشوف هنا. كيف حالك؟ طيب. طيب الحمد لله مبسوط. في حاجات في المول بحرف النون؟ يعني ايش من حاجة بحرف النون؟ ناناس. ها؟ ناناس. لا، ذاك اناناس. تعال دخل. نجوم شوكولاتة. نجوم. وش عادو؟ نوتيلا. نوتيلا وش؟ عدة حاجات بشي بحرف. وصلتي بسرعة. لا عفوا، بس كل واحد بس في مكانه بسرعة يا شباب، خلاص. جاء المتسابقات شوية بس. بسرعة إلى مكانش، ايش جبتي؟ نيدو. وش هذا؟ نوفا. وش هذا؟ نعناع. نعناع. امسكي طبعا، خليك مكانك، ما ادري صح ولا غلط. اولى الواصلات ام من ام احمد. ام احمد من باوزير. من المضرين. ام احمد باوزير من المضرين. اولى الواصلات في اول دقيقتين مرت، نشوف باقي المتسابقات وين رحن، وهل جمعن شيء يا سعيد ام لم يجمعن شيء حتى الان. مرت بسرعة، وين المتسابقات؟ ما شاء الله، أم أحمد جمعت 3 حاجات مختلفة ومنوعة، وجاءت في وقت قياسي.
شباب تعرفوا حاجات بحرف النون؟ اعكس خلوكم مكان. ايش من حاجات في هاي برنا بحرف النون؟ اي شيء تعرفه عادي. اناناس. اناناس الف. لا نجوم. نجوم الشوكولاته ولا نوتيلا؟ نوتيلا نجوم. وش و... الله يا جماعه ما تاكلوا ما تشربوا ما تسوقوا حاجات كثيره. والله ما جاء بالي ذا كله شفر وسوح روح. ما ادري معني ما حد هنا يتسوق بحرف النون او نحن نتسوق ما نعرف الاسماء. نشوف طبعا للاسف حتى الان. ارجع هنا تعال. ايش من حاجات بحرف النون؟ يلا بسرعه. نانا اخي. نانا ايوه. وش ونجوم شوكولاته جابوها. نيدو. نيدو جابتها. نوتيلا جابوها. نوتيلا خلاص. في احد وصلت؟ نارجيل. ولا انتظر ثاني الواصلات بسرعه. وصلت معنا فاطمه. تعالي بسرعه بس مكانك. فاطمه ايش جمعتي اولا؟ هذا والله ما نعرف اسمه. وش اسمها؟ من درس ما شفت اسم بس الحرف النون. نسكافيه. نسكافيه بالنون. وهذا نيدو بالنون. والثالث ايش جبتي؟ نون. نون بحرف النون نفسه للكيكة. فاطمة وصلتي وجبتي الثلاث الحاجات بس تأخرتي شوي. وين رحتي؟ ألف ما لقيت شيء. ما حصلتي؟ يعني الصعب حرف النون تحصل. أول مرة تجي المول هنا ولا كيف؟ لا لا مراتي بس متين ندخل منه. الحرف صعب ده؟ صعب. صعب شوي. الحرف نون من الأحرف النادرة طبعا في ال ولكن ونادر شوي. باقي معنا اثنتان وينهن؟ وين متسابقات؟ للأسف مرت الخمس دقائق واثنتان لم تأتيا بعد. تفضلي معنا هنا أم أحمد. أم أحمد جابت الحاجات هذه طبعا جاءت أولا وجابت نعناع. إيش ذا؟ غلب. نوفا. والثالث نيدو بس علبة. المسابقة الثالثة جاءت أخير. إيش جبتي؟ نيدو ونادو نودي صح؟ ما شاء الله. احنا يعني ما شاء الله زرعتي ولا وين؟ نعناع. ايوه بس تاخرتي. نيدو. النعناع طازج وطري للشاهي. ايوه. والثالث نيدو. نيدو بس نشوف النون كذا حطه. نوفل. نوفا. نوتيلا. ايه وين نوتيلا؟ نودي 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 نسكافيه. نسكافيه. يلا بس تاخرتي وين؟ في المحلات اللف يعني ما رحت مكان تاني. أم أحمد من مضرين أولى الواصلات ومنتجاتها صحيحة بحرف النون ثلاثة. واسمع لها تحية أقوى هنا في المحلة. شكرا الله عزيزة. طبعا ستغادرنا جميع المتسابقات للأسف. تتسوق الآن معك ثلاثة خيارات. بتسوقي في 15 ثانية أو 30 ثانية أو 60 ثانية دقيقة كاملة على حساب مجموعة جمال سالم بعبود. يلا ربع دقيقة ما يقول شيء. بس إذا أنت سريعة شو اللي ربع دقيقة؟ جيبوا لها سلة جديدة ويتم تجهيزها وتختار أي مكان وكم 15 ثانية. أيوة. 15 ثانية والتسوق. جاهزة أم أحمد؟ إن شاء الله. تنطلق مع العربة بس ها؟ 15 ثانية بتمر سريعة. إن شاء الله. واحد اثنان ثلاثة. بسرعة بسرعة حطي عجلي بسرعة ممتازة. عجلي أكثر عشان الوقت أكثر بسرعة بسرعة. إيش بتريد؟ يا شباب ابعد شوي. بسرعة حطي أي حاجة كبير بسرعة. إيش عاد شلي المنظفات هنا يا شباب. ارجعوا من أمامها يا شباب بسرعة. بس أم أحمد لحظة شوي. أم أحمد أيوة. ما أدري ما ركزتي في المساء. ما عجلتي شوي. ما أني داب كيف مش داب مع 10 دقائق ما. على كل حال أم أحمد هذا هو نصيبها. نشوف كم جمعت مع الكاشير. ننطلق يا شباب بسرعة. نشوف كم جمعت أم أحمد. ما أدري أنت ركزت على المنظفات كثير. هم يقولون لي منظفات هذا. من اللي يقول منظفات؟ لا أنا. أنت سمعتي كلام الجمهور أكثر من ضميرك. أيوة صح. كنت بتأخذي أرز قال لي روحي عند السوق. نشوف كم جمعت أم أحمد هنا في المكلا. كم؟ 13,950 ريال. 13,950 ريال. كيف المبلغ محمد؟ لا
طيب الحمد كوي. لله الحمد لله. انت جيتي للتسوق كنت اليوم بتبضعي بكم؟ 9.8. حاجة حلوة، 9.8 معاكي موفرة وهذه على حساب مجموعة جمال سالم بعد. الله يحفظك. الله يحفظهم وشكرا لهم. وأم أحمد سلمها المبلغ، تسلمه للمحاسب هنا في المكلة. مبروك لأم أحمد من المضرين قلتي؟ أيوه من المضرين، وهذا هو نصيبها والمبلغ. كم؟ 15. في أمان الله، غدا تسوق جديد، حلقة جديدة، فقرة جديدة، بس لحظة بإمكانك تحصلي على 100,000. الجمهور جمعت شوي، بإمكانكم التصويت لها لتربح 100,000 ريال ضمن أفضل فقرات هذا البرنامج. في أمان الله، غدا حرف جديد ينتظر. بدنا ندور بندور يا أخو. يا طيب القفل حق السيارة دقيقة، مع المسابقة بالرياح لك. للأسف انتهى الوقت،